سعادة الدكتور علي محمد فخرو، السيدات والسادة، معا ضد الطائفية، معا ضد المذهب، معا ضد الدهنية المذهبية، معا ضد الطائفية السياسية، معا ضد الإعلام الطائفي، معا ضد الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة التي تنمي وتؤجج الطائفية وتكون في خدمة الطوائف، معا ضد استخدام الإنسان لدينه ومذهبه وتكفير واستباحة دم أخيه، معا ضد الطائفية بكل أشكالها والتي تفرز الناس بين المؤمن وغير المؤمن، معا ضد قنوات الفتنة والكراهية وأصحاب المكاسب الشخصية، معا ضد الذهنية القبلية المتقوقعة والمنغلقة على ذاتها. فالأوطان لا تبنى بتلك الذهنيات، بل باحترام حق الفرد وحريته وتفعيل قدراته وإبداعاته. الويل لأمة كثرت فيها طوائفها وقل فيها الدين، بل الويل لأمة استخدمت دينها في سبيل اقتتال أبناء الوطن الواحد. جبران خليل جبران. مع المفكر الدكتور علي محمد فخرو، وهو غني عن التعريف، في هذه الأمسية من أمسيات التجمع القومي بعنوان معا ضد الطائفية، باسمكم جميعا وباسم التجمع نرحب به، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الإخوة والأخوات، أولا أعتذر عن حضوري متأخرا 10 دقائق، وأؤكد لكم وصلت بدري على الشوارع، وأنا أؤكد لكم أنني من الجسر إلى هنا أخذت نص ساعة بالضبط. الإخوان يعتقدون أنها مؤامرة، أنا أعتقد أنها حالة طبيعية. يعني نحن نبحث في هذه الليلة موضوع، أنا في اعتقادي أنه موضوع الساعة في كل الأرض العربية، ليس فقط في البحرين وإنما في كل الأرض العربية بدون استثناء، وهي قضية تتعلق بإشكالية الهوية والانتماء. الهوية هي يعني كلمة فلسفية نفسية، مشاعر عند الإنسان تتخطى الانتماءات اللي هي قضية اجتماعية، يعني أنا أنتمي إلى مجموعة. أما الهوية فهو شعور بأنك بين جميع الانتماءات أنت تتبع لها بصورة أو بأخرى. لذلك الهوية كما قلت تشمل انتماءات متعددة متكاملة، تمنح أفراد المجتمع الشعور والطمأنينة، يعني عندما تكون لديك هوية. إضافة للانتماء، لا توجد مشكلة بالانتماء، ولكن المشكلة عندما يكون الانتماء يعلو فوق الهوية. المطلوب إذن هوية تمثل مصالح الجماعة أو كل الجماعة، وتدمجهم وتعلو على الانتماءات أو الهويات الفرعية. هذه قضية بالغة الأهمية، وسنتكلم عنها يعني عندما نتكلم عن الدولة الحديثة. الآن عندما نأتي إلى موضوعنا، يعني هذه خلفية لموضوع الطائفية. الطائفة بنفسها تكوين اجتماعي يمارس دين أو مذهب. الإشكالية تبدأ دينيا وتنتهي سياسيا، هنا تأتي المشكلة. أما أن تبدأ دينيا وتستمر دينيا فلا توجد إشكالية أن هناك طائفة. هذه مدرسة من المدارس الدينية المقبولة في كل العالم. إنما عندما تبدأ دينيا وشيئا فشيئا تصبح سياسيا، هنا تبدأ المشاكل والصراعات. ولا ضير منها إلا عندما تمارس الطائفية.
أي بمعنى آخر الطائفة لا توجد مشكلة، إنما عندما الطائفة تمارس الطائفية عند ذاك هناك الإشكالية. وكما قلت الطائفية تبدأ يعني كمشاعر دينية وتعصبات دينية، ثم تنتهي إلى أن تكون مشاكل سياسية وتعصبات سياسية. إذن الطائفية أساساً هي انتماء لمذهب بتعصب شديد للمذهب نفسه وعدم قبول الآخرين الذين ينتمون إلى مذاهب أخرى أو جماعات أخرى. الطائفية مثلها مثل القبلية تماما. القبيلة أيضا كائن أو مكون اجتماعي، ولكنه أيضا عندما ينتقل من القبيلة إلى القبلية أي ممارسة القبلية، عند ذلك يصبح أيضا الموضوع خطر. أنا أقول ذلك حتى لا نعتقد أنه بس المذاهب الدينية فيها إشكالية، القبلية فيها إشكالية وهي مكون اجتماعي مثلها مثل أي مذهب. والشيء نفسه ينطبق على العشائرية وينطبق أيضا أحيانا على المجموعات العرقية، تبدأ بأنها شعور بالانتماء إلى مجموعة معينة في المجتمع، ولكن عندما تنتقل شيئا فشيئا لتكون متعصبة لذاتها عند ذلك تصبح أيضا إشكالية أخرى في المجتمع. الآن دعنا نكون صريحين في هذه الأربعة. الطائفية لها تاريخ طويل جدا في الأرض العربية، ولا يمكن للإنسان أن يدخل فيها لأن ليس هذا مهم. وأنا أعتقد شخصيا أن ذلك التاريخ البحث فيه لا ليس له معنى إطلاقا، إلا إذا كان التاريخ يعكس نفسه على الحاضر. أما إذا كان قصة من القصص، أناس اختلفوا وماتوا وأناس دخلوا في حروب ثم بعد ذلك، هذا قضية لا تهمنا إلا كقصص تاريخية ونستفيد منها من ناحية أن نتعلم منها. أما الإشكالية عندما التاريخ يبقى حاضرا في الحاضر، وهذه طبعا إشكالية كبيرة في الأرض العربية، ونتحدث مرات كثيرة جدا إنه لا توجد مجتمعات مثل المجتمع العربي يهيمن التاريخ على الحاضر بكل مشاكله وبكل صراعاته وبكل خلافاته. وهذا الشيء ينطبق على الموضوع الطائفي في الأرض العربية. الشيء الذي يجب أن ننتبه إليه أنه كان هناك دائما تفاعل بين الطائفية والقبلية. القبلية لا تقبل طائفة معينة وتحاول أن تحشرها وأن تعتدي عليها، وإذا استطاعت الطائفة أن تنتقل إلى أن تكون في الصف الأول هي أيضا تعتدي على القبيلة وتحاول أن تحيدها أو أن تحشرها في مكانها. ولذلك يعني من المهم جدا أن نعرف أنه ليس تاريخنا البعيد بس فقط، وإنما تاريخنا القريب أيضا فيه القضية. وأنا لا أريد الحقيقة أنا أتكلم خصوصا عن التاريخ القريب، لأن أنا أعتقد أنها قضايا يعني كانت بالغة التعقيد وبالغة الحساسية في مجتمع مثل مجتمع البحرين، ولكن أيضا حتى في المجتمعات الأخرى. إذن تلك الارتباطات تعتبر أنها ولاءات وارتباطات ما قبل الدولة الحديثة. قبل أن توجد الدولة الحديثة، الدولة الحديثة قصد منها تحجيم كل تلك الولاءات بحيث أن يوجد ولاء واحد هو الولاء الوطني للمجتمع كله للدولة كلها. هذا شيء أساسي، وأي وجود لصراع طائفي أو خلافات طائفية أو لقبيلة وقبلية أو صراعات قبلية أو صراعات عشائرية كما هي موجودة في كثير من البلدان
خذوا مثلا لبنان وصراعات الطائفية، الأردن وصراعاته القبلية، ليبيا وصراعاتها القبلية، والمجرة واليمن وصراعاتها القبلية قبل أن الكوارث اللي يعيشها الآن. فهي الواقع فيها انتشار كبير جدا من ناحية الطائفية، وأيضا حتى في مصر هناك صراعات دينية بين يعني إلى حد ما طبعا بين الأقباط مثلا وبين المسلمين. إذن الحل لذلك لا نقصد به أن تختفي القبيلة، يستطيع الناس أن ينتموا إلى قبيلة معينة، انتماء اجتماعي، لكن أن لا ينتقلوا بالقبيلة. وأنا أعيد وأكرر لأنها قضية مهمة جدا وحساسة للفرق، أن لا ينتقلوا بالقبيلة إلى قبلية، وأن لا ينتقلوا بالمذهب إلى طائفية. الآن المجتمع، الدولة الحديثة لا يمكن اعتبارها دولة حديثة قادرة على أن تحيد كل ذلك إلا إذا كانت ديمقراطية. فإذا الديمقراطية هي شرط أساسي من قيام الدولة الحديثة، وأي نظام آخر غير الديمقراطية لا يمكن بالنهاية إلا أن يؤدي إلى خروج تلك المشاعر والولاءات الفرعية التي يجدها الإنسان. الآن في هذه الحالة في الأرض العربية منذ الاستقلال وما قبله، ولكن خلينا نقول منذ الاستقلال، غياب الدولة الوطنية الحديثة الديمقراطية القانونية وحده يفسر بقاء الطائفية في هذه الأرض. وأنا كما قلت لبنان مثلا، القبلية في الخليج طبعا، وفي والعشائرية في الأردن واليمن وليبيا إلى آخره. نحن هنا في الدولة الحديثة لا نتكلم عن الحصص وتقسيم الحصص. تقسيم الحصص بين الطوائف هذا ليس ديمقراطية، ولبنان لا يمكن اعتبارها دولة طالما أنها تسير بهذه الطريقة، لا يمكن اعتبارها دولة ديمقراطية، لأن هذا ليس أكثر من تقسيم الغنائم وتقسيم النفوذ إلى آخره بين جماعات. وأنتم ترون كارثة الديمقراطية في لبنان عبر الآن 70 سنة منذ استقلالهم إلى اليوم. إذن نحن لا نتكلم عن الحصص ولا التقاسم، والآن يراد لهذا التقاسم أن يأتي إلى العراق، والكلام فيه كثير جدا، والكلام عن سوريا القادمة أنه لازم يكون أيضا محاصصة على أسس طائفية وقبلية وإلى آخره. نحن نتكلم على الدولة الديمقراطية اللي قائمة على أسس العدالة، يعني المواطنة فيها قائمة على أسس العدالة والجهد والكفاءة والكرامة الإنسانية والقانون العادل، وليس بس أي قانون. الآن في الأرض العربية كما قلت في البداية، نحن أمام تراجع، وهي واقع تماما، عبر 10-15 سنة القادمة، 20 سنة الماضية هناك تراجع وطني وقومي لا شك في ذلك. أنا منذ بضعة أيام كنت في الأردن وكان لدي محاضرة عن الوضع العربي الحالي، قلت أن الصفة الأساسية للوضع العربي الحالي هي قضية تراجعات في تقريبا كل شيء وردة في الكثير من الأمور. فإذا نحن نعيش عصر التراجعات والردة، وهذا الشيء ينطبق بالضبط على موضوعنا الحالي. لا يمكن مقارنة الخلافات أو الاحتكاكات أو المماحكات منذ 30 أو 40 سنة بالذي يجري الآن. ويكفي الإنسان أن يطلع على شبكة التواصل الاجتماعي حتى يعرف سخف وبلادة يعني النقاط التي تثار يوميا
باسم موضوع الطائفية أو القبلية أو غيرها من الولاءات الخصومة. ولذلك أمام هذا التراجع الوطني والقومي ياريت بس الشعارات تراجع، وإنما كل القيم المرتبطة بتلك القضايا. نحن الآن عندنا تراجع قيمي مثل الاشتراكية، الآن أصبحت الاشتراكية كلمة الاشتراكية في الأرض العربية هي يعني كلمة تعتبر كفر في هذه الأرض العربية. الالتزام القومي، وأنتم تعيشون في الخليج الآن، أين الالتزام حتى العفوي، الالتزام القومي العفوي اللي كان قبل 40-50 سنة في الخليج، بينما الآن هناك تحلل من الالتزام القومي وما يتطلب وما يترتب على ذلك التحلل من الالتزام القومي اللي هو مباشرة التطبيع مع العدو الصهيوني، واعتبارا القضية الفلسطينية هي قضية لا تخص أهل الخليج ولا دول الخليج. من حسن الحظ هذه أصوات قليلة ولكنها أصوات خطرة وتدل على أن هناك يعني بمعنى آخر هؤلاء لا عندهم التزام وطني ببلدهم ولا عندهم التزام قومي بحيث أن يشعروا أن القضية الفلسطينية هي قضيتهم. ونفس الشيء بالمناسبة هؤلاء نفسهم الذين يكتبون أيضا نحن لا دخل لنا في سوريا ولا في ليبيا ولا في اليمن ولا غيره، خليهم يحرقوا بعضهم بعض وإحنا ما لنا دخل. إحنا في الخمسينات عشنا تلك المشاعر القطرية الأنانية، عندما كانت بعض الدول العربية تعتقد أن إحنا لسنا عرب، أما أنه بعد ذلك الجهد الهائل الذي تم عبر 50 سنة من ثقافة قومية وحدوية تنتشر خصوصا أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقيام الناصرية، بعد كل ذلك الجهد تحدث تلك التراجعات وتلك الردة، فهذه أنا في اعتقادي كارثة قومية حقيقية في أرض العرب، وهي يعني بالفعل تهدد المستقبل. ولذلك بالنسبة لنا نحن هذا الموضوع مهم جدا، لا نبتعش هناك ولا عندي. طيب الشيء الذي يجب أن يعرف عندي ولا عندك أو تبيني أخذ هذا؟ لأنه أنا معهم مش أنا ها؟ هي مستمرة مستمرة. في هذا المشهد الذي نصفه لن يربح أحد، لا الظالم ولا المظلوم، وهذا الشيء يجب أن يؤكد عليه مرة ومرتين وثلاث، لن يربح أحد في هذه المعارك، ولا السارق ولا المسروق، كلهم سيخسروا في النهاية. هناك دراسات كثيرة يا إخوان لو تراجعون الأدبيات عن ميول الشباب في الأرض العربية، دراسة عملوها في الأردن، دراسة عملوها في تونس، دراسة عملوها أعتقد في مصر، ومن قبل دراسة عملوها في سوريا قبل كل هذه الأعمال. في السنوات السابقة قبل 40-50 سنة كانت الغالبية الشباب يقولون أننا نقدم الأمة العربية والوطن العربي على القطر الذي نعيش، ونقدم عروبتنا على مذهبنا أو على قبيلتنا أو على أي انتماءات أخرى. وأنا أقول لكم أن مركز دراسات الوحدة العربية قام بذلك منذ حوالي 40 سنة بين طلاب الكويت آنذاك، والغالبية الساحقة، وأنا أتكلم عن ساحقة يعني 80%، كانت توجهاتهم توجهات عروبية قومية لا طائفية
ولا قبلية ولا أي انتماء فرعي. أكثر شيء كان أحيانا يأتي أنهم يقدمون العائلة على مثلا الوطن، على القومية، على آخر، وهذا شيء طبيعي لأن هذه الرابطة رابطة مقدسة. إذن أين تلك الدراسات اللي أي واحد يقدر يراجعها يعني، وهي موجودة بالمناسبة في كثير من المجلات الفكرية العربية. النقطة الثانية التي أريد أن أؤكد عليها أن الدولة العربية تشجع بناء تلك الولاءات، مش بس الولاءات وإنما الولاءات المتعصبة، لأنها تستعملها استعمالا من أجل الإبقاء على الامتيازات وإلى آخره للأقلية التي تحكم. الآن لنسأل أنفسنا إنه أمام هذا الشيء ما الذي ممكن أن نفعله؟ لا توجد عصا سحرية في هذا الموضوع. نحن الشباب أولا أول شيء هو تأثير العائلة عليهم. إذا العائلة لا تهتم بهذا الجانب ويسمعون فيها سب في الطائفة الثانية أو لعن للقبيلة الثانية أو يعني انتقاد حقير مذل للعشيرة الفلانية أو العائلة الفلانية، فمن الطبيعي جدا أنهم يعني يخرجون في حياتهم ولديهم هذه، أو القول بأننا من المستحيل أنا أزوج ولدي من الطائفة الفلانية مثلا، وهي قضية بالغة الأهمية وبالغة الانتشار أيضا. فإذا لابد من أن العائلة تلعب دور في هذا الموضوع. ترى إحنا في الماضي عائلتنا لعبوا هذا الدور. أنا شخصيا من الذين كنت أشعر بأن بعضا من أفراد عائلتي لديهم توجهات قومية، لديهم توجهات وطنية، لديهم توجهات تقدمية، وبالتالي يأخذ الإنسان كل هذه الأشياء ويبني عليها. الآن إضافة للعائلة ومباشرة المدرسة، لكن المدرسة لن تستطيع أن تغير مشاعر الأطفال والشباب إلا إذا مارست نقدا تحليليا تجاوزيا لما جاء في التاريخ ولما جاء في الفقه الإسلامي أو في المذاهب الإسلامية. أنا سأتي لذلك في النهاية لأنها مواضيع بالغة الأهمية. أما إذا كانت المدرسة ستعطيهم انطباعات سطحية سخيفة من ناحية أنه إحنا إخوان وإلى آخره، دون أن تذهب في القول بأن التاريخ مليء بالأخطاء المتعلقة بالقبلية والمتعلقة بالطائفية وإلى آخره، وتبرز ذلك وتجعلهم وتخبرهم بالكوارث التي حلت بسبب تلك الخلافات الطائفية والقبلية، إذا الأطفال لا يعرفون بصراحة تامة ما الذي جرى ويعرفون ما الذي يجري الآن في دراساتهم، فأنا أعتقد أن المدرسة لن تكون أكثر من يعني مرهم على جرح موجود في المجتمع. الناحية الثانية بعد المدرسة، ما في حاجة نقول لكم أن الإعلام العربي مليء بالمؤامرة اليومية على القضية، أحيانا بصورة غير مباشرة، تلميحات، كلمات رمزية، ولكن أحيانا وهذه في المحطات الدينية بالذات يسمع الإنسان أشياء غريبة وعجيبة، أشياء حتى هي ضد المذهب اللي تتكلم باسمه
عندما تأتي بخرافات وقصص خيالية وادعاءات وإلى آخره، وتجعل الآخرين يكرهون المذهب الآخر أو يكرهون القبيلة الأخرى. هل المجتمع المدني دور؟ لا. ما الذي يعنيه عندما توجد أحزاب مقتصرة على طائفة معينة أو قبيلة معينة؟ وهي قضية بالغة الأهمية. لا يستطيع أحد أن يقنعني، وأنا يعني أعرف أنه من تجربة البحرين هذا الشيء، أن هناك شيء يسمى أنه حزب يجب أن يكون لطائفة أو لدين أو لجماعة. المجتمع المدني في أحزابه وفي جمعياته وفي كل تكتلاته يجب أن يصر على أنه ممثل، أو أن جميع الفئات المجتمع ممثلة فيه. هذا شيء بالغ الأهمية. وأنا أقول لكم بصراحة، أنتم روحوا اليوم لبنان شوفوا الأحزاب، حزب درزي وحزب شيعي وحزب سني والآخرين، تسأل شنو هي نسبة الآخرين؟ 1%؟ يمكن إذا أنت محظوظ 1%، والبقية من هذا المذهب أو من تلك الجماعة أو من غيره. فإذا المجتمع المدني لا يستطيع أن يقول بس إنه الدولة تلعب بهذا الموضوع، هو أيضا يلعب بهذا الموضوع. وأنا لا يهمني أن يقول لي واحد إنه هناك مظلومية، أو إنه إحنا هنا بين يعني ما نحصل على بيوت كفاية أو ما نحصل على دراسة كفاية، هذا لا يكفي. هذا يجب أن يعالج أنه ظلم لهذا المواطن، وليس ظلم لهذا المواطن الذي ينتمي إلى هذه الجماعة. مهم جدا. وأنا يعني صار بيني وبين بعض الإخوان نقاشات في هذا الموضوع. لا تطرحها بهذا الشكل، اطرحها على أنه، لأن في جميع الأحوال الأنظمة غير الديمقراطية بالنهاية، حتى فيما بين الموالين لها سيكون هناك أناس مقربين وسيكون هناك مبعدين حتى من جماعة. فإذا لا تستطيع أن تعتمد على ذلك. أنا بيهمني جدا المجتمع المدني أن يلعب دور في هذا الموضوع. وأنا أعتقد أنه في جميع الأحوال أهم نقطة يجب أن نظل نصر عليها هو الاستعمال الانتهازي لتلك الانتماءات من أجل مصالح سياسية ضيقة تتعلق بهذا الحاكم أو بتلك الحكومة أو بتلك أو بذلك الحزب الذي يعني. طيب، الآن إذا كانت الولاءات ومنها الطائفية قضايا تتعلق بالتاريخ، بالنسبة لنا نحن الطائفية الإسلامية تعتمد على تراث فقهي متخلف مليء بالجمل وبالأفكار وبالتفسيرات التي تعطي هذه الجهة أو تلك أن تعتقد أنها على حق أكثر من غيرها. إذا لم يصل الشاب والشابة العربية إلى مرحلة أنهم يعرفون أن الفقه الإسلامي هو ليس أكثر من دراسات إنسانية ولا دخل له إطلاقا بالمقدس، لا دخل له بالقرآن إلا قراءة معينة للقرآن ما في مشكلة، ولا دخل له بالأحاديث إلا قراءة للأحاديث. وأنا مرات كثيرة تكلمت هنا عن الإشكالات الكبيرة في الفقه الإسلامي، واليوم في كتابات كثيرة جدا يعني الإخوان اللي يحبوا في كتب بالغة الروعة والعمق بالنسبة للفقه الإسلامي. وأنا من الذين يؤمنون أنه لا بد أولا أن نغير اسم الشيء المسمى بالطائفة أو المذهب، طالما أن تاريخيا فيه كل هذه المساوئ، وننتقل إلى أن نقول مدرسة، وهي فعلا مدارس ليست أكثر من ذلك. والمدرسة
ما فيها المشاعر الدينية ومشاعر التعصب ومشاعر كذا إلى آخره. هل نستطيع أن ننتقل إلى أنا ما بعرف، وأنا أعتقد أنه هنا أنا أخرف بما لا أعرف، لأنه نعرف أن رجال الدين لن يقبلوا بذلك. ولكن أقول بأن من الضروري نحن عندما نتكلم عن المدرسة الفلانية ولا نتكلم عن المذهب الفلاني شيئا فشيئا، لأن أنتم تعلمون أن الكلمات لها تأثيرات بالغة الأهمية وبالغة العمق في أذهان الناس، وأن إحنا كلما قللنا من استعمال الكلمات اللي فيه مثل ما يقولون باللغة الإنجليزية كونوتيشن يعني طائفي أو كونوتيشن تاريخي أو كونوتيشن يتعلق بحوادث معينة، كلما ابتعدنا عن ذلك كلما استطعنا نحن أن يعني نبعد الألغام الكبيرة اللي موجودة في الفقه الإسلامي. والآن من الحسن الحظ أن هناك مراجعة حقيقية لكل كتب الفقه، يعني أنتم يمكن بعضكم يعرف طلعت كتب كثيرة الآن عن نقد لاذع لصحيحي مسلم والبخاري، وطلعت كتابات شديدة الانتقاد لكتاب الكافي وغيرها من الكتب الفقهية الشيعية، وهذه تأتي من داخل الطوائف نفسها. الذين ينتقدون هؤلاء هم من السنة، والذين ينتقدون في الشيعة هم من الشيعة، وأنتم تعلمون أحمد الكاتب ومحمد حسن فضل الله وغيره كثيرين وكتاب كثيرين من إيران الذين بدأوا يراجعون مراجعة حقيقية لكل هذا الفقه، ويقولون بأن هذا الفقه يجب أن يكتب من جديد. أنا في اعتقادي أنه يجب، أنا رأيي الشخصي أنه يجب أن ننتقل يوم من الأيام إلى وجود مدرسة فقهية جديدة تأخذ أفضل ما المدارس القديمة وتبني عليها ارتباط بالعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية الحديثة إلى آخره. نفس الشيء التاريخ، مرات ومرات الآن هناك كثير من الكتابات التي تقول أن التاريخ العربي يجب أن يراجع، لأنه هو أيضا فيه ما فيه مما يشجع التوجه نحو الطائفة أو نحو القبيلة أو إلى آخره من الجزء. طيب. الآن نحن أمامنا أن يجب أن نهمش، يجب أن نهمش الطائفية والقبلية والعشائرية والجهوية العرقية، ونتجاوزها من أجل الانتقال إلى الكلمة الأساسية ولا غير، الديمقراطية. مستحيل لأي مجتمع في الدنيا، وأنا بقول لكم إذا كانت اليوم في مشاكل طائفية في المجتمعات ما تسمى بالديمقراطية، فلأن لا توجد ديمقراطية حقيقية. وأنا مرات كثيرة أقول لا أعتقد أن هناك ديمقراطية حقيقية إلا قريبا جدا منها في دول الشمال الأوروبي فقط، في السويد والدنمارك والبقية فنلندا ما عدا ذلك أنا ما أعتقد أنه في ديمقراطية. أنا لا أعتبر أمريكا دولة ديمقراطية، ولا أعتبر أن الدول الغربية ديمقراطية. وأنا أقول دائما إذا تلاحظوا عندما أقول الديمقراطية أقول الديمقراطية السياسية والاقتصادية العادلة، ثلاث كلمات يجب أن ترتبط بكلمة الديمقراطية. إبقاها كما هي هيك عائمة أنا أعتقد يجعلها قابلة لأن يعني تطبق كما يشاء الناس، يعني حتى الصين تقول أنها الآن أصبحت دولة ديمقراطية، لكن هل هذا صحيح؟ وغيرها من الدول، يعني أنا حتى ألمانيا حتى فرنسا فيه الكثير من النواقص في الديمقراطية الموجودة هناك. إذن الحل أمامنا هو الانتقال إلى الديمقراطية. طيب الآن هل هناك أشياء أخرى؟ نعم، هناك أيضا الفرد.
الفرد منا يستطيع. يعني أنا بعطي مثلا أمثلة، أنا أعتقد أنه التزاوج بين الطوائف وبين القبائل فيه حل كبير جدا لهذا الموضوع، بدليل أنه حل في بعض الأماكن ليس بين الطوائف ولكن بين العراق، حل إشكالات كبيرة. طيب هل هذا إحنا نستطيع عليه؟ كل في عائلتي يستطيع أن يدفع دفعا نحو ذلك، وعلى الشاب الشيعي أن يفتش عن واحدة سنية حلوة، وعلى الشاب السني أن يفتش عن واحدة شيعية حلوة ويتزوج. حضرات الإخوة والأخوات، أنا أعتقد أن البحرين تعيش الآن حالة طائفية كارثية، لكن من حسن حظ البحرين أن شعب البحرين غير مندمج في هذا الشيء. الاندماج الطائفي يأتي في الإعلام الحقير اللي كل يوم يكتب ضد هذا وضد ذاك، يأتي في الاستعمال السياسي الدائم لهذه الفروق من أجل فرق تسود. والحل هو في إيدنا إحنا المجتمع أن نفعل ما نستطيع لإخراج البحرين كما هو الحال بالنسبة، ونعود وأكرر، ليست هذه ظاهرة بحرينية، هذه ظاهرة عربية بامتياز. وأنا أعتقد إذا قلت في البلاد العربية الأخرى ستقل هنا، وإذا زادت في البلاد العربية ستزيد هنا، خصوصا في الدول الصغيرة التي عادة تتطلع إلى الجهات الكبرى وترى إذا كانت يعني تأخذ ما تفعله هي وتقلدها إلى آخره، كما هو الحال بالنسبة لكثيرين. أنا مثل كما قلت من البداية أريد أن أبرز وجهات نظر محددة بالنسبة لهذا الموضوع ونناقش الموضوع، وأرجو من الإخوان أن يغنوا هذا الموضوع بما استطاعوا. شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا لسعادة الدكتور علي على هذه المحاضرة القيمة، ونفسح المجال أمام أسئلتكم ومداخلاتكم. نبي مشاركة فاعلة يعني. زين نبدأ بالأخ أحمد. تفضل أخ أحمد. اشتغل شيء. أنا شكراً لك على هذه المحاضرة، وأنا اعتقادي أن لا توجد طائفية بين أبناء الدين الواحد. الطائفية توجد بين المسيحيين والهندوس وبين اليهود والمسلمين، ولكن يا سيدي اعتقادي احنا درسنا مسميات قديمة، اعتقادي ان الشيعة وسنة اعتقادي هذه اللي اسماء لأحزاب مهمة. المهم احنا خلي جنب حاضر، احنا سادي درسنا دي مسميات سنة وشيعة، اعتقاد هذه لأحزاب سياسية انتهت. وبالدكتور اعتقادي ان يوم 8 جون سنة 632 انتهى الوحي انسجاما مع سورة الأنعام آية 3 صفحة 107 تقول: اليوم أتممت لكم دينكم
اليوم أكملت لكم دينكم وبركات الإسلام. دكتور أنا باعتقادي الفتاوي اللي أطلعت سابقا دكتور كلها سياسية وشعارات سياسية والقريب فيها الديني والشنة. شكرا أريد أسجل مداخل لما دخل حتى يستطيع يرد عليها ويعلق عليها. بخصوص الطائفية ووجود الطوائف أو الأديان في حقيقتها ليست مشكلة يعني نطلب مثل في الهند هناك عدة طوائف وعدة أديان، يعني حد نقول لو ما يقول الديانة الرسمية الهندوسية في الهند الهندوسية تتكون حوالي من 6 مذاهب، المسيحية تتكون من 4 مذاهب، الإسلام تتكون من 8 مذاهب، 4 للسنة و4 للشيعة متساوية. هذا ليس في حد مشكلة المعتقد أو الطائفة، ليست حتى مشكلة، المشكلة في وجود النظام السياسي الغير محايد. إذا كان النظام السياسي غير محايد، لأن النظام السياسي لما نقول النظام السياسي هو يعتبر الأب الروحي للمجتمع، يجب أن يكون هناك إذا وجد النظام السياسي غير المحايد وليس غير محايد المحايد تختفي الطائفية من تلقاء نفسها، لأن هذا النظام سوف يطبق المواطنة المتساوية، فتختفي الطائفية السياسية، تصبح الطائفية عقائدية هي دينية، هذه لا دخل لنا فيها وليست مشكلة وجودها. فالنظام السياسي هو الأب الروحي هو المشرع. بعدين هناك عندنا مشكلة أخرى هي وجود أحزاب سياسية دينية. إذا حكم الحزب السياسي الديني هذا معناته أنه لازم يميل لطائفته إلى مذهب، على أساس أن هناك لا يوجد دين واحد، بقى هو في الإسلام أو في المسيحية أو في الهندوسية، لا يوجد دين واحد. يعني وجود الطائفة أو وجود المذهب موجود في جميع الأديان. فإذا حكم هناك مذهب، يعني فاز أي حزب سياسي ديني، لابد أن يرجح الطائفية. كذلك أن وجود كمان قصة سلفا وجود اللي هو النظام المحايد، هذا لا يوجد إلا بوجود الديمقراطية الحقيقية والانتخابات والبرلمان وذو الصلاحية. شكرا. سيد مساهماته في عملية التفتيت، لأنه هو
مسألة التمييز أعتقد كلنا نعاني منها. التمييز ليس له قاع. هذه ليس لها قاع. التمييز في التعليم، في التطبيق، في التوظيف، في كل ما يجري. وهذا لا يقتصر على طائفة تمارس تمييز على طائفة أخرى، كما تفضل الدكتور. عندما تتم عملية التمييز أو تمارس سياسة التمييز ضد أي مذهب أو طائفة أو مدرسة سماشة، أعتقد أنه ستصل إلى الأقرب أو الأقربين. أظن أنه تنتهي أو تتقلص أو تضمر الطائفية عندما يكون هناك دولة تعترف بالجميع، دولة المواطنة. وهذه لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تؤمن وتمارس دولة المؤسسات والقانون. القانون اللي يتحدث عنه الدكتور، القانون العالي الذي لا يتنافى مع الجانب الإنساني. أقصد أنا حقوق الإنسان، الشرع الدولية، كل هذه القوانين التي سنتها البشرية طوال العقود. شكرا دكتور الأبيلة، وبعدين عقبها مجال بعدين نفتح. تفضلي. ما احتاجه بس حتى يسمعونك يعني. بس قطع انا شكرا دكتور علي على هذه الندوة الرائعة. فعلا ممكن اقرا بعض مو بعض النقاط. يعطينا ان الديمقراطية يعني هي علم ونتاج ثقافي مجتمعي، ويحتاج المجتمع ان يكون على مستوى معين من الديمقراطية إلى آخر من هذا الكلام اللي إحنا طبعاً نكرره ونعرفه. إذن الطائفية أيضاً هي نتاج مجتمعي، تظهر هذه المعاملات، تظهر نتاج مجتمعي في حول هذه في مجتمعات الفقر والأمومية. إذن من الطبيعي إذا كان هناك مجتمع أمي إذا هو فقير، إذا أيضا في تلوك ألسنتها بألفاظ طائفية. إذا أيضا يجب أن نطرح أو نضع حل إلى الأمية، ونضع حل إلى هذا المجتمع الفقير، حتى أيضا يتعلم معنى الديمقراطية ومعنى الطائفية حتى تتوقف هذه الألفاظ. ولكن أنتقل أيضا إلى المشكلة اللي وضحت جداً حول الطائفية من 2011، كانت موجودة ويمكن تكون جذوة غير واضحة، يمكن تتحرك، تطلع نارها، تخمد من جديد. ولكن عندما استأجرت بعض الأبواب المأجورة وبائعي الضمير، أصبحت تقود الحاضر والمستقبل لطريق غامض. منذ ذلك العام حتى هذا العام ستستمر إذا كانت هناك أبواق مستأجرة. إذا يجب أن تتوقف هذه الأبواق حتى تقل الطائفية، وبالتدريج قد ممكن تنتهي، ممكن ما تنتهي بس تقل. أيضا هؤلاء الجهلة بائعات الضمير المتلونين المستترين دائما هؤلاء موجودين، وليس الديمقراطية لوحدها. احنا مثلا اعوام لو احنا كنا اطفال ما كانت موجودة، ما كنا نفهم شيء اسمه ديمقراطية، وابوتنا لكن قليل ما كنا نسمع الالفاظ القاسية من طائفة ضد طائفة اخرى. يعني هل هذا يعني نتركهم يرتعون ويلوثون البيئة الصحية الموجودة في هذا المجتمع أو أي مجتمع آخر مثل سوريا، العراق إلى آخره من هذه الدول؟ إذن من هو المسؤول عن وضع هذه الحلول؟ إذا قلنا المجتمع غير ديمقراطي، ما وصل لمرحلة الديمقراطية، هل معناه تستمر الطائفية؟ أو مثل ما تقلت أيها يعني زواج المرأة السنية من رجل شيعي والعكس؟ هناك في
وضع حلول، نحتاج حلول جذرية حتى تتوقف هذه الأبواب. شكرا. نفسح المجال للدكتور ب اذا في اجابات. اذا في احد في تبي تكمل محمود يكملهم في عندنا بعد. معلش نكمل مره كمل يلا. اوكي محمود تفضل. عندنا محمود، عندنا محمود وبعد الدكتور جاسم وبعد استاذ ابراهيم شريف. شكرا دكتور علي. حقيقه واحد يعني ممكن اخذ خلاصه من تربيته وبعض الاخوان بشكل عناوين رئيسيه. يعني العنوان الاول يؤكد بانه الطائفيه هي احد القضايا والمشكلات الكبرى في مجتمعاتنا العربيه، خاصه وان هذه المجتمعات تتميز بتنوع وتعدد الانتماء الاجتماعي والمذهبي والطائفي. العنوان الثاني أن الطائفية أصبحت فعلاً هي أحد أهم معوقات تطور مجتمعاتنا بشكل كبير ومتوازن وسليم، وأصبحت معطل حقيقة لهذا التطور. العنوان أو النقطة الثالثة أنه الطائفية هي ظاهرة اجتماعية تاريخية ما دام هي تحدث بفعل ممارسات الناس، ممارسات اجتماعية والسياسية، فإذا هي ظاهرة اجتماعية تاريخية. وسؤال، من هم هؤلاء الناس الذين يتحملون وجود هذه الطائفية في أي مجتمع من المجتمعات؟ هل هم الناس العاديين؟ أم أنهم ناس أصحاب النفوذ وأصحاب القوة وأصحاب السلطة؟ بمعنى هل هم رجال الدين؟ هل هم رجال السياسة؟ أم هم رجال الحكم؟ أم هم جميعاً يتحملون هذه المسؤولية عندما يتحركون ويتصرفون بواحد وبتأثير من هذه الطائفية؟ سؤال آخر، هل الطائفية كما نرى من الشيء الطبيعي أن تبرز وتشتد وتكشر عن أنيابها في وقت وفي محطة تعتبر هي عنوان للإصلاح والتطور الديمقراطي؟ كما نرى ووجدنا أنه حتى المؤسسات والفضاءات اللي يفترض أنها ديمقراطية تتحول إلى ساحات للصراعات والتصفيات الطائفية. هذه أعتقد أسئلة ممكن تبرز من خلال دكتور جاسم. دكتور العزيز، أعتقد في تجارب جيدة وتجارب ناجحة في محاربة التمييز والعادة. كنت شفت سنغافورة. سنغافورة في قانون لا يسمح وجود أشخاص في مبنى من نفس السكن، من نفس الطائفة ونفس العرق، المبنى الواحد. وإحنا شفنا تجارب، لازم يكون الصيني والمسلم والهندوسي وحتى الهنود يكونوا من نفس طوائف مختلفة بعد، التاميلي وضمان بأن ما في حتى الجناح الواحد تنوعي، لا يكون فقط من طائفة واحدة. قانون أكثر شيء غير مقبول في البلد، والشخص يدعي بأنه هو حصل للتمييز لأسباب طائفية وعرقية. قانون وحاربوا الآن الحمد لله نجحوا وقاعد يتقدمون في المنطقة. أنا أيضا أتفق معكم في موضوع العدالة الاقتصادية. كنا في زيارة إلى الدنمارك، شفنا الآن صرنا إحنا الإخوان هناك البيوت تقريبا نفس المستوى، نفس المستوى. الآن بهالطريقة كل واحد يعيش نفس الآخرين، يعني ما في تباين. تصورهم أن التمييز الاقتصادي يفسح المجال، إذا في شخص تاجر غني جدا وشخص فقير جدا هذا يمهد. فأتفق معكم أن الدول الإسكندنافية هي الأقرب إلى الديمقراطية مقارنة بالدول الأخرى، تجاربهم جيدة ومهتمين بالتفاصيل. يعطيكم العافية. إبراهيم مساء الخير. شكرا دكتور علي. النقطة الأولية هي قضية صناعة الطائفية. قبل شهرين أو ثلاثة رحت مع واحد من الرفاق إلى المدينة الشمالية، فأخذنا المدينة الشمالية، فانتبهت رأسا أن البيوت اللي على اليمين شوي مستواهم أقل من البيوت اللي على الشمال على اليسار. فقلت له شو السالفة؟ قال هذه البيوت أغلبيتهم من بلدنا طائفة، وهذه البيوت أغلبيتهم من
لبنان طارق، هو على مستوى مؤسسات الدولة، على مستوى التوظيف، على مستوى كل الخدمات في الآخر، تكرر نفس المشكلة في الترقي وفي الآخر. فأنت بإمكانك أن ترصد مثلاً أكبر عدد وزراء، بإمكانك أن ترصد كل مؤسسات شركات تابعة للدولة كيف يصير التوزيع في فيما يتعلق بال، ليس موضوع محاصصة بس أكيد في كفاءات موجودة في طائفة وليست مقصورة في طائفة أخرى. السؤال اللي طرحته عن الإصلاح الديني طرح أيضاً وسط بعض المفكرين الإسلاميين السعوديين جماعة الصحوة اللي راجعوا أفكارهم ووصلوا إلى نتيجة بأنه ما يمكن الحديث عن إصلاح ديني حقيقي في ظل أنظمة استبدادية، لأنه الإصلاح الديني يحتاج إلى حرية، يحتاج لك لتنطلق، يحتاج لك تنتقد البنية السياسية والفكرية والاقتصادية في المجتمع مالك، وبالتالي الإصلاح الديني سينحصر في النخب إلى فترة ما لحد ما يكون في مجال الحرية ليخرج من النخب إلى العام. الآن أغلبية المصلحين في البداية الدينيين الإسلاميين اللي كتبوا في الإصلاح كانوا خرجوا من كانوا من خارج التيار الإسلامي وليس من داخله، الآن يمتد إلى داخل التيار الإسلامي، وهذه يعني حسنة من حسنات ربما الانتفاضات العربية في 2011، لكن ما تحول إلى موضوع يشغل الجمهور في بلاد. هل يمكن أن تختفي الطائفية السياسية؟ كما نتكلم دكتور عن الطائفية السياسية بطبيعة الحال وليس الطائفية بانتماء إلى طائفة معينة، أو القبلية السياسية مثل في الكويت انتخابات فرعية والآخرة تحدث في الكويت بحيث أنه انتخابات فرعية المرشحين القبيلة هو. ففي الكويت مثلا الحسم الأساسي يجي على أساس قبلي وبعد ذلك يجي على في بعض المناطق المدنية يجي على أساس طائفي. نفس السؤال، هل ممكن أن تختفي هذه الطائفية السياسية أو القبلية السياسية في ظل مجتمع الدولة أو الدولة تشجع هذه الفوارق بين الناس، وفي ظل مجتمع ما في حوار، ما في فكر، ما في علاقات، ما في نقاش حر؟ أنا أعتقد نفس السؤال اللي ينطبق على قضية الإصلاح الديني، يعني هني مسكرين إحنا إلى حد ما. مثل ما ذكر الدكتور من شروط المواطن المتساوي هو وجود ديمقراطية، بدون ديمقراطية ما نعرف المجتمع الآن على مستوى العالم وصل إلى مرحلة مقبولة من المواطن المتساوية، ما وصل إلى مرحلة راقية من الممارسة الديمقراطية. هل ممكن أن توجد أحزاب سياسية؟ وأنت ذلك دكتور علي على موضوع التشكيلات السياسية حتى في البحرين على مستوى الوطن العربي اللي فيه مشكلة شيعية سنية، العراق، البحرين، دول الكويت مثلا، الدول اللي فيها مشكلة طائفية بارزة مش موجودة في أفريقيا، شمال أفريقيا العربي، ربما يكون بين المسيحيين، بس يعني كل الأفريقي الباقية تقريبا مذهب واحد، مذهب مالكي، ربما تكون أمازيغية مشكلة عندنا. فنفس السؤال اللي ينطرح، هل ممكن أن يخرج المجتمع من هذه، انتقلنا من طائفية سياسية تتشكل يعني تترجم نفسها في أحزاب سياسية بنيتها طائفية، مش بضرورة مطالبها طائفية، قد تكون مطالبها مواطنة متساوية، لكن بنية الحزب هي بنية طائفية. وموجود عندنا هذه البنية سواء في الجانب الشيعي أو الجانب السني موجودة. أنا أعتقد أنا هذا أيضا من الأسئلة اللي أنا أعتقد من الصعب جدا أن نضرب إحنا الممارسة السياسية الطائفية هو اللي هو انقسام طائفي في الممارسة السياسية، وحتى في المجتمع المدني إذا تلاحظون على مستوى على الأقل الصناديق الخيرية ممتدة جدا على مستوى صناديق خيرية شيعية سنية. أنا أعتقد أيضا هذه واحد من نتاجات المجتمع اللي عززت فيه الطائفية بحيث أنه أصبحت جزء من العملية السياسية في البلد. التركيز على الناس على الهوية الضيقة ليس خاصية في المجتمعات العربية، كل المجتمعات العالمية تقريبا البعض يؤرخ أنه من الستينات وصل المجتمع الغربي إلى حالة من الاكتفاء المادي، تراجع فيه النظام الاقتصادي بنسميه النظام الطبقي، وبدأ يأخذ مقاعد خلفية وبدأت تطلع
الخصوصيات الشخصية أو الخصوصيات من الجماعية الصغيرة. فهذه ظاهرة موجودة على مستوى العالم، على مستوى أوروبا وتشوفها في قضية معاداة الإسلاموفوبيا أو معاداة المهاجرين. فنعتقد أن هو الموضوع لازم يعني يحتاج إلى تدقيق، أنه أنا أعتقد ظروف مختلفة، لكن هي ظاهرة ليست فقط عربية، هي ظاهرة عالمية. الاختصار التاريخ أيضا في صراع طبقي، في صراع عفوا طائفي عند كثير من المواطنين. أنا هنا أختلف مع الدكتور، أنا أعتقد الطائفية عززت بدرجة كبيرة بالذات بعد 2000، موجودة هي بدرجة كبيرة، تحولت يعني في نوع من الطائفية موجود عندنا دائما، ما تزود شيعي، ما تزود سني إلى آخره، في هذا التحيز، لكن تحولت إلى نوع من الكراهية بعد 2011، وهذه خطورتها، انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى السابق فيه. إحنا في تاريخنا في البحرين موجود هذا، موجود في تاريخنا، والبريطانيين حاولوا في أيام النيجر ديلي يلعبون على هاللعبة هذه، إنه نوع يعطون نوع من الحماية حق الطائفة الشيعية ضد القبائل بشكل عام. بس أنا أعتقد إنه على مستوى المواطن مع الأسف الشيعة والسنة، اختزال الصراع في البلد أساساً إلى قضية طائفية منتشر بدرجة واسعة. ربما الآن نسمع أصوات تحكي عن مطالب خدمية، معاشات إلى آخره، وربما هذه مفيدة على البلد بعيدة، تراكمت تحولت من تحطم إلى برنامج سياسي. لكن إحنا عندنا مشكلة عميقة، تسأل مواطنين يقول لك شنو الصراع الرئيسي، بيقول لك هذه إيران ناوي علينا، وذين يقولون إحنا كذا إلى آخره. فهذه مشكلة طائفية عميقة نعتقد موجودة في المستقبل. الآن نرجع إلى قضية إنه طيب شنو الحل؟ ما في شك إنه النضال السياسي الديمقراطي هو القضية اللي ممكن تجمع الناس فيه، وهذا النضال الديمقراطي يستوجب وجود تحالفات، ومع الأسف في عملية التحالفات ما تختار المتحالفين معاك، الظروف هي اللي تحدد من تتحالف معاك. قد تكون إسلامي مضطر إنه يتحالف مع علماني متشدد في العلمانية، وعلماني أو يساري تحالف مع واحد يميني فيما يتعلق ببرنامج الاقتصادي، لكن كلكم توجدون أو شيعي في السنة إلى آخره، كلهم يجدون بأن القضية المركزية في بلادنا العربية هي قضية الانتقال من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الحرية والديمقراطية. لذلك عليك أن تبني هذا التحالف الواسع، الليبرالي، اليساري، القومي، الإسلامي، الشيعي، السني، وهذين كلهم كل واحد في ناقصة بطبيعة الحال شيء ما. فهذه نعتقد المهمة الأساسية على المستوى السياسي لكل السياسيين، أن يبحثون دائما عن خلق التحالفات الكبيرة لمواجهة التحالفات الكبيرة اللي موجودة في الضفة الأخرى اللي تعيد إنتاج الدولة الاستبدادية. الأخير معك الأخ، من الأخ الأخير بعد عندنا، ما عندك بعد؟ بعد في واحد بس واحد خلاص. دكتور محمد عبد الرحمن، دكتور بدايه طبعا اشكرك على الورقه اللي كانت محاضره تستحق ان احنا يعني ناخذ بكل ابعاد مسار الطائفي، يعني النفس الطائفي يرتفع في المجتمعات، يعني المجتمعات اللي الدوله تكون فيها الدوله العميقه، وهذه مأساتنا في الوطن العربي. يعني المشاركه في القرار السياسي استنهض النفس الطائفي، الشعوب التي تحركت من اجل المشاركه في صنع القرار السياسي استنهض الجانب الطائفي في داخل المجتمع. ولو عكسنا للجانب الدكتور على التاريخ، على الاقل النضال البحرين يعني من الثلاثينات، انت ادري يا دكتور ان الحراك اللي كان حراك سياسي مطلبي، مشاركه سياسيه وبتحسين وضع معيشه اقتصادي مثل ما قلت، وجرى هذا المسار الى الخمسينات مع تشكيل هيئه الاتحاد الوطني. من مثل ابرز النفس الطائفي واخرج هذه الجمره الطائفيه؟ الاستعمار والنظام اللي ايضا يدور في الملك صار النفس الطائفي، وهي تأجج المسار وتم احتضان بدليل ان الشعوب ليست لا تملك يعني النفس الطائفي الكبير، انها تم احتضانه وصارت الحراكه الحقيقيه بين الطائفتين وتشكل اتحاد هيئه الاتحاد. هذه كتجربه وصل فيها ان الشعب البحريني مثل ما تفضل لا تكون لذاك النفس. انا اتفق وياك يعني جمله وتفصيلا، ان
من صنع النفس الطائري بعد احداث 14 فبراير هناك يعني مسؤولين رسميين في داخل الدوله هم اللي انتجوا هذا النفس واخذوه مثل ما هم يملكون الاداء الاعلامي ويملكون كل الادوات اللي لبث هذا النوع من الطائفيه في داخل المجتمع ولكن المرتكزات الاساسيه من يريد على ان يعمل مسار اصلاحي حقيقي يرتكز على ما تم اتفاقات الديمقراطيه بس في واحد دكتور كويتي وخلاص هذه مرتكزات الدوله المدنيه الديمقراطيه العادله الان لا 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 يمكن للانظمه العربيه بالذات على ان تتبجح بان هي دول ومثل ما تفضل الجميع محمد الكويتي دول اساسا شموليه محمد الكويتي الدكتور محمد اخر واحد اوكي اخر واحد لازم يكون هناك الهويات يعني تخرج من مكامنها من خلال المجتمعات التي تتواجد فيها هذه الهويات فمن يعمل على تأجيجها أنا أشوف النفس النظام هو أساساً يا دكتور هو اللي يعني رفع من مكانة الطائفية لذلك وجد على أن يكون هناك مسار في الوطن العربي ككل في آخر التنمية اللي أكد على دستور الحرية والحكم الصالح للوطن العربي من أجل الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة العادلة لا يمكن يعني نحن نصل إلى ما تفضلت به الآن من يريد على أن يعني ينهي هذا الجانب الطائفي ويحد منه أنا مع دولة القانون والمؤسسات تكون هناك قوانين رادعة لكل من يتنفس أو ينشر هذا المسار الطائفي بداخل المنطقة إن كانت جهات رسمية أو كان مواطن أو كان فئة دينية لطائفة كذا وكذا غياب دولة المؤسسات والقانون والمحاسبة الرادعة لهذه المسائل وأيضا نتفق بعدم وجود الديمقراطية لا يمكن على أن نصل إلى ما نبتقي في الحد من المسار الطائفي ويكون هناك تنمية مستدامة حقيقية في مجتمعات شكرا مع آخر متداخلين الدكتور محمد كويتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور علي على المحاضرة القيمة أعتقد المشاركات تطرقت لكل النقاط تقريبا بس في إشكالية اللي طرحها الدكتور تتعلق بالديمقراطية من جهة والمجتمع المدني من جهة ثانية وهي كأن احنا ندخل في حلقة مفرغة يعني علشان نتقدم في الديمقراطية نحتاج إلى مجتمع مدني متماسك يدفع من الاتجاه عشان نحصل على مجتمع مدني متماسك يدفع من الاتجاه نحتاج إلى ديمقراطية أو إلى نوع من الحريات العامة اللي تقدر تعبر عن هذه الاتجاه وفي نفس الوقت تدفع في اتجاه ضد الطائفية أو ضد التعصب الديني بأشكال مختلفة أعتقد هذه الدائرة يمكن من الصعب إن إحنا خصوصاً في مجتمعنا البحريني يمكن في مجتمعات شمال أفريقيا يمكن عندهم معادلات تختلف لكن عندنا في الخليج بشكل خاص هذه المعادلة هي الأساسية وأعتقد إن يمكن كسر هذه الدائرة المفرغة صعب جداً في ظروفنا الحالية والمحيط اللي قاعد يصير والصراعات اللي قاعد يصير في المنطقة أعتقد إن هي تجعل كسر الدائرة دي من الصعب جدا في المرحلة دي أعتقد يمكن الخيار اللي يمكن أنسب أو الأفضل هو بس التوجه نحو تقليل المعاناة بشكل عام سواء كان الطبقة الفقيرة أو الطبقات اللي تشعر بأن في تمييز ممكن هذه يتم من خلال يمكن الأعمال داخل اتجاه الإصلاح اقتصادي إصلاح خدمي إصلاح والتركيز عليه بشكل إنه بحيث إنه يكون يبرز القضايا اللي تشكل الفوارق عن بين الناس مسألة الطائفية أعتقد أن هي مرتبطة
وضعنا الداخلي ولكن يمكن مرتبطة بوضعنا الخارجي أكثر من الداخلي، ولذلك في الوقت الحاضر الصوالح من الصعب جدا التعامل معها بشكل منفصل عن ما يقوم في المنطقة، إلى أن يمكن الظروف تسمح بمزيد من الدفع في الاتجاه. لكن في نفس الوقت أعتقد من المهم جدا ما ذكرت بالنسبة عن التوجه اللي قاعد يحدث في التيارات الإسلامية سواء كان السني أو الشيعي. نعم هناك توجهات كثيرة تدفع في اتجاه إعادة قراءة التاريخ، إعادة صياغة الفقه، إعادة النظر في الكتب اللي أصبحت مقدسة أكثر يمكن في بعض الحالات من القرآن. فهذه التوجهات أعتقد موجودة وتشجع، ويمكن تكون هي من الأمور اللي ساعدنا على كسر الحلقة المفرقة هذه. شكرا. تفضل دكتور. يعني أنا لن لو أريد أن أجيب على كل نقطة، طبعا الليل ما تكفي، وأنا أعتقد كل ما قيل يغني الكلام والنقاش ويبرز جانب من الجوانب اللي يمكن أنا ما غطيتها أو جانب لازم تقوى شوية إلى آخر من الأمور. لذلك أنا يعني أريد أن أقول بضع أشياء. أنا لدي تجربة شخصية عندما كنت وزيرا للتربية، كانت هناك قبل أن أذهب بعض الكلام أنه هناك تحيزات لهذه الجهة ولتلك الجهة إلى آخر. دعوني أعطي شيء بسيط مبسط عن هذا الموضوع. لما جئنا إلى الترقية اللي كان من قبل يقال أنه ترقية تتم على أسس فلانية أو علانية، عملنا إحنا نظام النقط والإعلان. لما نريد اثنين أو ثلاثة مديرين لمدارس أو مديرين مساعدين نعلن، أولا هنا ممارسة شفافية، الجميع يعرفون أن هناك أماكن شاغرة ما بدهم يفاجئوا. أي واحد. ثانيا وضعنا نظام نقاط، عدد السنوات له نقاط، الإسهام في المناهج له نقاط، الشهادات الجديدة اللي أخذها الشخص والدورات التدريبية له نقاط، وبعد ذلك امتحان يقيم طريقة التفكير ويقيم اللغة وله أيضا نقاط. أنا أقدر أقول لكم عبر 12 سنة لم يأتني إلا مرة واحدة شخص كان يتظلم أنه والله أنا تخطوني. الجميع كان مقتنع أن هذا نظام فيه ليس فيه أي نوع من الانحياز، وبالتالي لا يمكن أنه يجيني واحد يخبرني. نفس الشيء بالنسبة للبعثات، يعني أنا أريد أن الشكاوى الطائفية أو الشكاوى القبلية أو غيرها متى تأتي؟ لما الممارسات تجعل هذه تأتي. أنا بالبعثات نفس الشيء، كنا بمقياس لو واحد عنده واحد على الألف من العلامة أكثر من الثاني والاثنين يريدون نفس التخصص يأخذه اللي واحد على الألف عنده علامة زيادة. وتساءل بعض الناس، سألوني يا أخي إنه في جماعة معينة عم بيأخذون كثير من البعثات. والله يا أخي أنت الجماعة اللي تشتكي تروح تدرس أكثر وتأخذ البعثات، ما في مشكلة أبدا. غير هذا ما عندي في هذا الشيء. شايف؟ إذن أنت تستطيع بممارسات فيها عدل وإنصاف بس وفيها مساواة في الفرص إن أنت تنهي هذا الموضوع نهائيا. الناس ما يشتكون إلا ما يشعرون إنه يا رزقهم يا طموحاتهم يا أحلامهم يا كذا تروح هدرا
بسبب أنه انتمائهم لهذه الطائفة أو لتلك القبيلة أو لتلك الجماعة. أنا يعني عم بجيب هذا الشيء حتى يعني أقول أنه من الممكن أنه كثير تنزل هالأشياء هذه كلها. طيب الآن أنا بس أريد أن أقول أن الطائفية أن أولا المجتمع العربي حضرات الأخوان يعني مجتمع فعلا بالغ التعقيد والتخلف والانقسامات وفيه يعني أمور مرعبة. ولذلك الحل للقضايا المحلية أنا في اعتقادي لا حلها أولا على المستوى الكبير. إذا ما تنحل على المستوى الكبير ما راح تنحل على المستوى الصغير. يعني بمعنى آخر لا يوجد قطر عربي الآن قادر على أن يحل مشاكل بدون بقية الأمة العربية كلها. إن جيت في الاقتصاد، إن جيت في الأمن، إن جيت في القدرات، إن جيت في كذا 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 في المال إلى آخره. إذا نحن لابد أن نربط، لابد أن نركز كثير على المحيط العربي وعلى ذلك المستوى. الإخوان اللي يقاومون التطبيع، أنا مرة قلت له التطبيع أن إذا قاومت في مكان صغير ما لقيت يبي على مستوى الوطن العربي. ولذلك أنا من الذين نادوا ولازلت أنادي بلا بد من بناء كتلة تاريخية. بأي معنى؟ مش حزب واحد، نجربنا في الخمسين هكذا حزب واحد، مع الأسف الشديد لم تنجح العديد من التجارب. اليوم حتى هذا لو أردت تسويه ما مسموح لك أصلا، القوانين تغيرت والأنظمة تغيرت. إذا أنت لابد من وجود كتلة تاريخية مكونة من أناس انضاف من كل المشارب، مو بس مشرب واحد، من كل المشارب، الراغبين في تبني أهداف بالحد الأدنى اللي كلهم يتفقون عليه، واللي ما يتفقون عليه ما يخلونه. هذه تكون كتلة متناغمة متفاهمة مع بعضها البعض، تتخذ القرارات بشكل موحد، تضع جهد مشترك. يعني إذا قامت مظاهرة لقضية ما خلينا نقول تطبيع في الدار البيضاء، مو بأنه عقب شهرين تقوم في بغداد أو عقب ثلاثة أشهر تقوم في الخرطوم، لا، تقوم في نفس اليوم وفي نفس اللحظة، وبالتالي تدل على وجود مجتمع عربي هو الذي ينطق باسم هذه الأرض كلها. حكيت فيه مرات عديدة، جربنا من خلال جوانب أخرى. آخر شيء ذاك اليوم أيضا في الأردن، وأنا أعتقد إذا ما تقوم مثل هذه الكتلة صدقوني حضرات الأخوان نظل ندور في نفس الحلقة. القضية الطائفية إذا لاحظتوا مربوطة بالقضية القبلية، مربوطة بالقضية العشائرية، ترى مربوطين مع بعضهم بعض. الولاءات الفرعية، ليش الإنسان يروح للولاء الفرعي؟ الحين ليش مثلا اللي قلت لكم عن وزارة مثلا التربية ما كان أحد يروح لأي جهة ثانية؟ ما يحتاج أن يروح لأي جهة ثانية، ما في حاجة، القضية واضحة تماما، هذا هو النظام، تفضل أنت خذه. إذا أنت تعتقد أن هذا النظام لعبنا بتعال لي وقول لي. يعني أنا أذكر مثلا أنه لما أرسلنا جميع المعلمات ليدرس يأخذوا بكالوريوس في نظام الفصل، إحنا أرسلنا مئات، واحدة فقط جاتني، واحدة، وقالت لي أنا صعب علي، أنا الآن عندي عمري 50 سنة وش أسبي بهالسالفة. كل اللي فعلته قلت لها لو ولدك بيدرس تحت واحدة ما أخذ البكالوريوس، أو واحدة ما أخذت البكالوريوس، أي تقبلين أنت إنه يروح تحت اللي ما أخذت البكالوريوس ويصير تحت معلمة ما تعرف كيف تعلمه؟ هذا الوحيد اللي قلت لي إياه، قالت لي بس خلص أنا وافقه واروح. قالت لي أنا بس أنا راح أتقاعد. قلت لها ما يهمني، تقاعدي بعد 5 سنين شو المشكلة، بس اذهبي. البحرين لديها القدرات، أنا متأكد أن لديها القدرات، وأنا أقول بصراحة كثيرين من إحنا على مستوياتهم المحلية، مستوياتهم الشخصية يستطيعون أن يلعبوا أدوار كثيرة. لا نتصور أنه لازم يكون إعلان ثوري كذا بانتهاء الطائفية، ما نحتاج إلى هذا الشيء، نحتاج إلى مجتمع. بس خليني أنتهي بالنقطة الأساسية، إذا نبي نوعي
أولا نحتاج إلى مجموعة تقول بأنها تريد أن تحارب الطائفيين، يتركون الأسماء والمسميات، يسوون بس جماعة. هؤلاء يجب أن يركزوا على التواصل الاجتماعي، كل واحد يخطئ يجاوبون، كل يوم ينظرون إلى هذا الشيء المخطئ يخبرونه أنه أنت مخطئ، أو يكتبون ضد هذا الشيء، أو يوقعون طول الوقت ويبينون للناس كذا. هذا هل هذا شيء كبير؟ أنا أعتقد أن هذا من الممكن لو تأخذون بس 10 شباب والله عندهم الوعي قادرين أن يسوون هذا الشيء. النقطة الثانية اللي حزينة أنه إحنا الشباب ما قادرين أنه نجيبهم لنا. أنا مرة قلت أنه في النادي العروبة خلينا نسوي بس محاضرات عن الطائفية، 50-60-70-80 محاضرة عن مختلف الجوانب، ناخذ التاريخ، ناخذ ال الى اخره. شايف الشباب ما عم بيجون، شباب في عالم مختلف تماما، وهي قضيه كبيره وقضيه بالغه الخطوره. انا بقول لكم يا بصراحه، يعني اليوم اذا ما نقدر نروح للشباب شو الفائده ان ندور في علاقتنا احنا؟ ففي عندنا اشكالات يعني عمليه بالنسبه لهذا الموضوع. من جهة ثانية في إمكانيات العمل الكثير في هذا الحقل، ومثل ما يقولون يعني باللغة الإنجليزية every little bit helps، كل شوي صغيرة برضو تساعد وبرضو تؤدي إلى نتيجة، وهي تتجمع على بعضها بعض وتكون شيء محدد. والله يعيننا ويعينكم. شكرا لسعادة الدكتور علي، ومشكورين لحضوركم، وشكرا جزيلا لكل المتداخلين الذين أثروا هذه الأمسية، وتصبحون على خير.